بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنشرح الهيدن بيم. الهيدن بيم هي الكاميرات المدفونه، واحيانا في ناس بتسميها الامبيدد بيم، وهي احيانا بيتقال عليها مخدات، وهي بشكلها بالظبط كده زي ما موجود اهو. هي عباره عن ايه؟ هي دي، تمام، وهي دي الناحيه دي، تمام. لما بيتم استخدامها الهيدن بيم بيكون الدبس بتاعها بيبقى هو نفسه سيكنس بتاع البلاطه. يعني لو انا استخدمتها في الفلات سلاب مثلا، سيكنس الفلات 20 يبقى دي 20، تمام. وبيبقى عرضها كبير شويه، عرضها ممكن يوصل معايا لغايه يعني 120 و180 و2 متر وحاجات كتير. احنا هنسيب هندخل على الورقه دي دلوقتي نفهم شويه في الهيدن بيم، بعد كده نرجع لها تاني. الهيدن بيم احنا قلنا هي كاميرا بيكون الدبس بتاعها صغير مقارنه بالوتس بتاعها. ليه؟ لان الدبس بتاعها بياخد الثيكنس بتاع البلاطه. لو البلاطه 20 يبقى الدبس عندي 20، والوتس بتاعها العرض بتاعها بيبقى كبير، يعني ممكن مثلا مينيموم بتاعها مثلا ممكن منهم متر، وانت طالع بقى لغايه ممكن لغايه 2 متر. يعني اكبر حاجه عملتها كانت حوالي 180 سم العرض بتاعها، تمام. وقلنا العمق بتاعها هو نفس السكنس بتاع البلاطه، وممكن تزيد شويه 5 سنتي، وال 5 سنتي دول كده كده بتداروا تحت السيراميك مع التشطيب عشان بس ايه ازود الايه الدبس بتاعها. الهيدن بيم دي هي اصلا مش موجوده في الكود، هي اتشرحت في كتاب بتاع دكتور مشهور في مع في شابتر الهولو بلوك. هي بيتم استخدامها مع الهولو بلوك علشان خاطر الهولو بلوك. لو اتكلمنا ان مينيموم الهولو بلوك مثلا بنتكلم على 25 سنتي، بس هو بيتم استخدامها اكتر مع الهولو بلوك اللي بيبقى 30 سنتي. يعني هو الهيدن بيم دي بيتم استخدامها اكتر في دول الخليج، بتبقى هناك بيشتغلوا ان الطوب اللي بيتحط بيبقى الارتفاع بتاعه 20 سنتي، وبتحط 10 سنتي رقه فوقها، فبقى عندي 30 سنتي. فهناك بيتم استخدام دول الخليج الدبس بتاعها 30، والويدث بسم الله ما شاء الله ممكن يوصل لغايه 2 متر، تمام. طيب عشان افهم الهيدن بيم لازم افهم الحاجه دي الاول. انا دلوقتي هنا عندي هي نفس الخشبه، تمام، بس هنا الراجل هنا في واحد واقف هنا على سيف على سيفها، وهنا واقف على العرض بتاعها، تمام. هنا الاتش ده الارتفاع ده كله هو اللي هو ده اللي شغال معايا، هو ده اللي معاكس الراجل ومخلي ان الخشبه ما تلبش من تحتيه، تلب كده زي هنا في 2. اما هنا عندي التخانه دي صغيره، هو نفس وزن الراجل راح مخليها تلب، راح تنزله. عشان كده زمان كنا بناخد حاجه اسمها المومنت اوف انيرشيا. المومنت اوف انيرشيا دي بيبقى ليها في اتجاه اكس وفي اتجاه واي. لو خدنا هنا في الاتجاه ده، تمام، هو بيقول الاي هيساوي الاي هتساوي البي اتش تكعيب على 12، تمام. طيب انا هنا انا عندي هو ده الاتش، لو افترضت ان ده 50 سنتي يبقى انا هنا عندي تكعيب 50 سنتي. طيب لو هنا قلنا خدته ال 20 سنتي اللي هو الثيكنس بتاع الفلات سلاب، يبقى هنا 20 مكعب. ميل اكبر، ال 50 مكعب ولا ال 20 مكعب؟ فاكيد ال 50 مكعب، فعشان كده الاي اكس في شكل واحد هو اكبر، فعشان كده بيبقى فيه الاستفنس اعلى. الاستفنس اعلى، عشان كده الهيدن بيم دي هي حاجه كده افتكاسه، حاجه كده نصبايه، حاجه هم اخترعوها في التنفيذ علشان خاطر يريحوا بيها ضميرهم، تمام. وهم برضو اخترعوها علشان خاطر هي بتساعد في البانشنج، بس كان ايامها كانت لسه الكود ما يعني ايه ما ذكرش النقطه دي،
كان في اكواد تانية بتتكلم ان احنا ان الكائنات اللي موجوده في الهيدن بيم ممكن تساعد وتشتغل معايا في البانشنج. تمام. بيقول لك ان لو انا عندي كاميرا ساقطه دروب بيم 25 في 60، علشان اشيلها واحط مكانها كاميرا هيدن بيم بنتكلم في مينيمم يبقى 30 سمك اللي هو الدبس في 100 عرض، وتسليحها بيبقى بسم الله ما شاء الله ممكن يوصل 16 سيخ فاي 18. يعني انا اقل حاجة عملتها كان فاي 18 للكاميرا المدفونة، وبتكلم مثلا في 12 سيخ تحته وزيهم فوق، فبتاخد كمية حديد رهيبة. فعشان كده هي عشان موضوع الستيفنس بتاعها فهي بتشتغل قوي، وبيبقى يعني ليها لحد ما دور في الهولو بلوك، اما في فلات سلاب او سوليد سلاب ملهاش اي دور. ليه؟ عشان لما انا اعمل السيكنس بتاع 20 فولت هي اصلا ملهاش هي اصلا ملهاش ستيفنس اصلا، يعني هو اصلا مش هيحس بيها، الستيفنس مش هيحس بيها، هتبقى في الاخر معايا لود زياده محطوط وخلاص، مش اي ستيل لازمه. تمام؟ عشان كده الورقه دي من الكتاب بتاع دكتور مشهور. تمام؟ هتلاقي هنا هو مستخدمها هنا فين؟ الهولو بلوك. يعني هو ملهاش اي وجود في اي حاجه تانية غير الهولو بلوك. تمام؟ اي ده البلا ده الطوبه بتاعت الهولو بلوك، دي الطوبه اهي. تمام؟ وده الهيدن بي. تمام؟ ودول اللي هم ايه ال 10 سنتي اللي الرئه اللي بتتحط فوق الطوب كده ممكن تشتغل معايا، غير كده السقف مش هيحس بيها وهتبقى لود زياده مش اي لازم. طيب هما زمان كانوا بيستخدموها لان اصلا كان بيستخدموها في الفلات سلاب، هما كان يعني بيعتبروا ان هي كانت بتشيل معايا، لا هي ما بتشيلش، كل الموضوع ان هي ممكن تسيف معايا البانشنج لو البانشنج ان سيف. فعلشان كده الشكل ده ممكن نعتبر ان الشكل ده معايا هو هيدن بيم، هنعتبر بس طبعا هو مش هيدن بيم، لان انا عشان تبقى هيدن بيم لازم دي تبقى مكمله مع ايه؟ مع اختها الثانيه. تمام؟ طبعا دي هنا مش مكمله، دي هنا محطوطه عشان خاطر تسيف البانشنج، عشان خاطر عشان البانشنج ده هو ما هو الا شير فورس، واحنا عارفين ان الشير فورس او الشير عموما في الكاميرا انا بس مين بيشيله؟ بيشيل معايا بيشيله معايا الكنات والخرسانه. الخرسانه بتشيل جزء والكنات بتشيل جزء، فعشان البانشنج هو اصلا شير هو شير فورس، فبيحطوا ده عشان خاطر الكنات دي تشتغل معايا فتخلي البانشنج سيف. ودي برضو معايا رسمه تانيه اللي هو ان انا ممكن الهيدن بيم ممكن استخدمها برضو في بلاطات اكبر من، يعني مش لازم هولو، بس لازم زي ما احنا قلنا المينيمم بنتكلم 30 سنتي اللي هو سيكنس البلاطه فيما فوق، اقدر استخدم الهيدن بيم تشتغل معايا لحد ما هتشتغل معايا، بس عمرها ما هتديني نفس الاستيفنس بتاع الدروب بيم.